بتتكلم ازاي يا سعد مع اللعيبه؟ انت عارف دماغ كل واحد وبتتكلم معاهم ازاي؟ والله يا كابتن احنا يعني في ادوار ما بيننا كشناوي وكوليد وكسعد، في ادوار ما بيننا ان كل واحد بيبقى له دخله معينه، ممكن في لعيب معين وليد ما يكلموش. يعني ممكن وليد يجي يقول لك سعد كلم اسلام مثلا. لازم يعني كتير. أوكي. الشناوي كلم انت فلان. هتعرف توصل له اكتر، هتعرف الناس ممكن في اوقات ما تحسش ان انت واخدين الطبع ان انت عشان لو في ضحك او في هزار او في فمش واخد انطباع ان انت ممكن تتكلم بجد او فوليد بقى هو اللي معاشرك فعارف الشخصيه عامله ازاي، الشناوي معاشرك فعارف الشخصيه عامله ازاي. فالحمد لله النقطه اللي وليد قالها ان احنا كنا محظوظين، تعاملنا مع جيل كبير وجيل اثر في تاريخ النادي الاهلي واثر في تاريخ مصر كله، شربنا منهم حاجات كتير جدا. ميزه النادي الاهلي ان هم ان النادي الاهلي دايما كل جيل بياخد من اللي قبله وبيبني عليه، بياخد ويبني عليه، فاللي احنا اتعلمناه واللي احنا خدناه هو ده اللي انت بتبتدي تنقله للعيبه. فبنوزع الادوار من خلال، انا في نقطه ممكن اتكلم فيها مع لعيب معين ممكن يكون في حاجه انا مش واخد بالي منها، فوليد احنا النقطه دي ما اتكلمناش فيها، التفصيله دي ما اتكلمناش فيها. محاضرات يعني؟ لازم محاضرات ولا كل واحد فردي؟ لا لازم محاضرات. أوكي. قبل الماتشات المهمه، قبل الماتشات المهمه. لازم محاضرات. ولازم محاضرات جماعيه كله يعني، لازم كله كباتن الفرقه واللعيبه كلها. أوكي. ده لازم قبل كل ماتش، في زي ما بيقولوا تعليمات احنا بنبقى ماشيين عليها يعني. يعني مثلا من ضمنها قبل اي ماتش مهم ممنوع التعامل مع السوشيال ميديا خالص. أوكي. الخاصه بكل لعيب. يعني انا ما ينفعش اطلع انا اسلام مثلا، ما ينفعش اطلع اصور نفسي واقول ان انا كذا، او انزل صوره او تنزل صوره عاديه او اي حاجه. ممنوع. ده بينكم وبين بعض، ملهاش علاقه بكابتن سعد حبيبي. لا ده بيننا وبين بعض. أوكي. يعني بيننا وبين بعض ممنوع اي حد ينزل حاجه على السوشيال ميديا اي قبل اي ماتش مهم على الاقل بثلاث ايام. تمام. يعني دي قواعد كباتن الفريق اللي حاطينها. بالظبط. كويس جدا. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. مثلا في المعسكرات، في السفر، في حاجات احنا حاطينها بنمشي عليها، سواء في لبس، في اكل، في شرب، في تعليمات، دي حاجات اللعيبه هي اللي حطاها، يعني غير مثلا النظام اللي الكابتن سيد حطه. فده بنمشي عليه. النقطه بقى ان انت دلوقتي عندك لعيبه كتير، السنتين اللي فاتوا اول مره ينضموا للنادي الاهلي. كان في عدد كبير. وبعدين عندك نماذج مختلفه من اللعيبه. اوكي. افكار مختلفه من اللعيبه، شخصيات مختلفه من اللعيبه. فعلشان تسيطر على المجموعه دي وعلشان تكون فرقه تاخد بطوله افريقيا، ده مش بالسهل خالص. طبعا رقم واحد اللي عمل ده اداره الكره في النادي الاهلي متمثله في الكابتن الخطيب والكابتن سيد، للامانه ان انت وفرت لعيبه كتير كويسه، لعيبه كتير عندها يعني زي ما بيقولوا فنيات كبيره وعاليه اضافت للفرقه مع المجموعه القديمه. فقدرنا الحمد لله ان احنا توصل لتشكيله كويسه ولتغييره كويسه والقوام تستخدمه اثناء الموسم بشكل كويس، فهو ده اللي فرق السنتين اللي فاتوا مع الفرقه. فالحمد لله. يعني اهم حاجه كابتن اسلام في نقطه برضو الكباتن للامانه يعني. ان يبقى في حب ما بينهم وفي اخلاص للمكان. دي اهم نقطه انا بشوفها. فمن اول يوم لما خلاص بقينا احنا الكباتن سواء الشناوي او سعد او وليد، يمكن قعدنا وليد يفتكر القعده دي، انتوا الثلاثه بس، احنا الثلاثه بس. اوكي. احنا علينا مسؤوليه كبيره جدا، علينا حمل كبير السنه الجايه وتحدي كبير السنه الجايه. اكبر تحدي بالنسبه لنا هنقابله هو تحدي اوضه اللبس. يعني دي كانت اهم حاجه بالنسبه لنا 100%. لعيبه النادي الاهلي عندها فنيات وعندها خبرات وعندها كوره تمتع الناس كلها، بس اهم حاجه اوضه اللبس، اهم حاجه ان اللعيبه دي يبقى عندها انكار ذات، اهم حاجه ان اللعيبه دي تفكر في بطوله افريقيا. احنا ترتيبنا الشناوي رقم واحد وايمن اشرف وسعد ووليد. اتكلمنا مع الشناوي، احنا السبورت بتاعك، احنا السند بتاعك. احنا هدفنا كلنا واحد بغض النظر عن الارقام او الكذا مين او كذا. مين الاول مين الثاني؟ بس انت كابتن الفريق. بس انت كابتن الفريق. لكن انا كسعد ده اللي اتربيت عليه برضو، ان وليد سليمان اكبر مني سنا، اكبرنا سنا في النادي الاهلي، بنعتبره في بعض الاوقات كتير ان هو كابتن الفريق. أوكي. كاحترام وكتقدير وكتواجد، لان وليد بالنسبه لنا قيمه كبيره جدا في النادي الاهلي ونجم كبير، سواء هو جوه النادي او قبل ما يجي للنادي الاهلي. طبعا. فوليد من النجوم اللي كان كل سنه النادي الاهلي او احنا كلعيبه كان نفسنا وليد سليمان يبقى موجود. لكن بغض النظر عن اقدميه سعد اقدم، ايمن اقدم، الشناوي، لكن في ترتيب برضه. يعني في ترتيب طبعا، لكن لازم. احنا طول عمرنا لكن في الاخر كابتن وليد سنه اكبر، مقامه اكبر بالنسبه لنا طبعا، وهو يعرف ده كويس، فده كان بالنسبه لنا في حته ثانيه.
فاشتغلنا على الاساس ده والحب والاخلاص اللي كان موجود وانكار الذات، وابتدينا بقى مشوار كبير جدا رقم واحد. وده مش كلام كابتن اسلام شعارات او كلام ان احنا في قنوات النادي او حاجه، هو الهدف طول عمر النادي الاهلي، ما الناس اللي فيه بتحب النادي وعايزه النادي يبقى رقم واحد، النادي هيفضل رقم واحد. لو الناس اللي موجوده ما حبتش المكان او ما اخلصتش ليه، عمر ما النادي حقق النجاحات دي. انت كنت معايا في فتره من سنتين اعتقد او حاجه كده لما كنا مع بعض هنا، كنت عامل عمليه تقريبا. كنت عامل عمليه وقلت لي ان في بعض، انت طلعت قلت هذا الكلام، قلت ان في بعض الامور ما كانتش مظبوطه عشان كده ما كناش بناخد بطولات في الوقت ده.